استهدفت ميليشيا قسد براجمات الصواريخ الأحياء السكنية في مدينة عفرين شمالية حلب، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وسط حالة من الذعر بين أهالي المنطقة. لتسليط الضوء على هذا الحدث ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة مراسلنا في عفرين محمود المصطفى. محمود، لو تحدثنا عن طبيعة القصف وما إذا كان هناك حصيلة للشهداء والجرحى. نعم فداء، تستمر ميليشيات قسد المجرم كالمعتاد بقتل المدنيين، فقد قامت منذ قليل بقصف براجمات الصواريخ على مدينة عفرين هنا، وسقطت القذائف بالقرب من مشفى الشفاء في استهداف واضح وللمرة الثانية لهذا المشفى، مما أدى لوقوع 3 شهداء بينهم طفل وامرأة في إحصائية أولية والعديد من الجرحى. نعم محمود، بحسب الصور الواردة فقد اندلع حريق كبير في المدينة جراء الاستهداف، أين اندلع هذا الحريق وهل تمكنت السلطات المحلية من إخماده؟ نعم فداء، اندلع حريق ضخم في محطة للوقود في موقع سقوط القذائف هنا في شارع الفيلات بالقرب من المشفى. انتقل الحريق لسيارة فيها عدد من المدنيين أيضا، بينما هرعت سيارات الإطفاء لتتمكن من إخماد الحريق وسط انتشار حالة ذعر وخوف بين الناس هنا بسبب استمرار تجدد القصف على المدينة. نعم شكرا لك مراسلنا محمود المصطفى، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة